خلونا نروح دلوقتي ليمكن منطقة تانية ونروح للعالمين الجديدة مع زميلنا كريم بيبرز ونعرف منه أبرز فعاليات مهرجان العالمين النهاردة هتكون إيه. صباح الفل عليك كريم. صباح الفل يا بسنت، صباح الفل يا شاذلي، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. النهارده فعلا يوم مميز ويوم مختلف في المهرجان. اتكلمتوا الصبح يعني على الحفل الاهم النهارده للموسيقار الكبير عمر خيرت، واكيد كمان الحفل الخاص ببهاء سلطان والفنانه كارول سماحه. الحقيقه انه بدايه من امبارح بالليل كانت الاستعدادات الخاصه بالحفلات موجوده، سواء في الارينا الخاصه بالستيج الكبيره اللي بيكون عليها الحفلات الكبيره، وكمان المسرح الكبير اللي هيكون عليه كمان الحفل الخاص بعمر خيرت. الحقيقه انه من امبارح بالليل الناس ابتدت تتوافد استعدادا للحفل، في ناس اوريدي جايه الصبح، في ناس جت بات من امبارح، الناس متحمسه جدا جدا منتظره هذا الحفل الكبير، سواء للموسيقار الكبير عمر خيرت او حتى لكارول سماحة أو بهاء سلطان. يمكن كمان الحقيقة إنه الاستعدادات مش بس متعلقة بالاستعدادات اللوجستية أو الاستعدادات الفنية الخاصة بالستيج أو الخاصة بالمسرح لاستقبال الفنانين، لكن كمان تجهيز الأماكن المحيطة بالستيج أو الأماكن المحيطة بالمسرح الكبير عشان يبقى في سيولة وسهولة في المرور وفي الحركة دخولا للحفله وخروجا بين الحفله، طبعا ده حفاظا على يعني الامن وامان الناس وهي بتتحرك، يحافظوا على نفسهم. واكيد كمان كان في توجيهات من منظمين الحفله والشركه المتحده بانه الناس تلتزم بالمسارات المحدده للحفل، سواء هنا او هنا، يعني سواء لكارول سماحه، بهاء سلطان، او حتى الموسيقار الكبير عمر خيرت. كمان الكورنيش كمان بيستعد وبيجهز كمان اماكن الجلوس الخاصه بيه بتستعد، لانه في ناس كتير ما قدرتش تلحق تحجز التذاكر للحفلات، فهتقعد على الكورنيش وتتفرج على الحفلات على الشاشات اللي موجوده بالفعل. فاذا يعني استعداد كلها من كل ناحيه لهذا الحفل الكبير. كمان الحقيقه ان احنا لاحظت ان حضور كبير جدا سواء من مصريين او عرب، الحقيقه جايين مخصوص لهذا الحفل. كمان ردود الافعال كانت خلال اليومين اللي فاتوا لما اتكلمنا مع الناس اللي موجودين قد ايه هم منتظرين هذا الحفل على يعني سبيل الخصوص، الحقيقه منتظرينه مخصوص. وكمان الحقيقه اشادوا كتير جدا جدا بالتنظيم اللي قبل كده، واشادوا بالدعايه الكبيره والقويه اللي موجوده للمهرجان على التلفزيون، وده اللي خلاهم الحقيقه كلهم يتشجعوا ويقدروا يجوا العالمين الجديده ويقدروا يجوا يحضروا الحفل. وكتير جدا اتكلموا معانا فكره انه فعلا حتى لو ما قدرناش نحضر الحفل احنا سعيدين بالدعايه الكبيره جدا لمدينه العالمين اللي خلتنا حتى حابين ان احنا نيجي ونصدق ونشوف بعينينا اكتر ما احنا بنسمع. وبالفعل رصدنا وجود العائلات والشباب والاطفال، وكمان الناس اللي جايه تحضر الحفلات مخصوص موجوده من الصبح بدري، والناس اللي جت مسافات بعيده جدا جدا عشان الحفلات. الحقيقه انه الموضوع مبهج، منظم بطريقه كبيره جدا، الحقيقه فتح ابواب سياحيه كبيره جدا جدا، رسم خطوه او رسم اول نقطه في الطريق الكبير لجعل مهرجان العالمين بعد كده الحقيقه ما يبقاش نسخته الاولى بس، يبقى في نسخه ثانيه وثالثه. وكمان يمكن شفنا كمان لقاء صباح الخير مع الزميله هدير ابو زيد لما اتكلمت مع الفنان الكبير تامر عاشور، لما اتكلم على انه المهرجان من كتر ما هو ليه تاثير كبير جدا الحقيقه بيتمنوا الفنانين دول يبقى له نسخ مختلفه سواء في العالمين او حتى يبقى براند كبير اسمه مهرجان العالمين يقدر يتحرك كمان في اماكن مختلفه، فده مدى تاثير هذا المهرجان على الحضور وعلى الناس بشكل عام. بنشكرك يا كريم، شكرا جزيلا، فرحتنا على فكره بكلامك الجميل اللي انت قلته دلوقتي، ان الناس من خلال متابعتها للتلفزيون عرفت بالمهرجان، فاحنا كده وصلنا رسالتنا الحمد لله. شكرا جزيلا ليك كريم بيبرس من العالمين، قلت لنا على كل الفعاليات اللي هتحصل النهارده في المهرجان، شكرا ليك.